تم الحيان جمال رئيس الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعة الحفلات. كما لا يخفى عليكم اليوم كان عندنا واحد لقاء تواصلي بجهة مراكش أسفي قصد تزكية الأخ ديالنا السباعي، تزكيته قصد تكوين مكتب جهة مراكش أسفي، وفي نفس الوقت عقد لقاء تواصلي ومناقشة بعض المشاكل اللي كتهم الجهة ديال مراكش أسفي، وهو في الحقيقة نفس الإشكاليات اللي كنلقاوها في جميع الجهات واللي كنلقاوها كاع في المغرب ككل، وهي الناس كيعانيوا من بعد الناس اللي هما دخلاء على هذه المهنة ولا على هذه الشركات اللي هما ديال قاعة الأفراح واللي كيتجلاو في السمسارة وفي حوايج أخرى اللي هي أكثر من داك الشيء. وإن شاء الله حنا راه كنناقشوها ونشوفوا كيفاش غنديروا الإشكاليات ديالها، وفي انتظار استكمال بعض القوانين اللي هي كتتعلق بقاعة الأفراح وتقديمها للسلطات المختصة قصد المصادقة عليها. وبعد ذلك غادي نكونوا كنشكلوا واحد الإطار قانوني لأي قاعة ولا أي مكان اللي هو خاص بالحفلات غيكون عنده الضوابط ديالو إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مطهر زي العابدين. كي تنقولوا الاخوان ما كاينش قطاع ما فيه العشوائيه، اليوم تنطلبوا حنا المعنيين كاملون بانه تنطلبوا من الحكومه ولا الجهه الوصيه، اليوم لا بينا ننظموا راسنا، خصنا يكون عندنا واحد الاطار قانوني ديال كل مهنه وديال كل حرفه ولا كذا، لان باش حتى اليوم باش حتى الديفلوب كي تنقولوا الاقتصاد الوطني، اليوم حنا كي تنقولوا مقاولات تنخدموا داخل الجهات ديالنا، بغينا تحسن وبغينا المسائل ان شاء الله ونجودوا وداخلين على استحقاقات، وحنا من هذا المنبر لان كي تتعرفوا جهات مراكش اسفي راه من اكبر الجهات عالميا واشعاعيا اللي اليوم حنا كارباب ولا كممول الحفلات حنا سفراء، لان تيجيونا ناس من اوروبا من امريكا من اسيا من جميع، اليوم خصنا نجودوا بالخدمه ديالنا لا على مستوى الممولين ولا على مستوى القاعات، وتنتمنوا من الله التوفيق للجميع وتنشكركم جزيل الشكر. بالنسبه للعشوائي في القطاع هما الناس اللي كي تنقول لك هما تيكونوا خوتنا، حنا انا غادي نقولوا لهم خوتنا واخا ما داخلينش معانا ولكن خوتنا، لان اليوم الدوله خصك تكون رابح الدوله تستافد والمقاوله تستافد. كاينين تنعرفوا الناس في هاد ما تيخلصوا لا ضرائب لا كذا، راه هذا هو الاشكال اللي تنعاني، وتنقصوا حتى في الاثمنه وهذا ضرب المهنه والمهنيين كاملون.